بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أعتقد ما دلت عليه هذه الآية، لأنها ميزان في جميع الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته، وإن كانت أسماؤه تشبه أسماء المخلوقين في ألفاظها ومعانيها، لكن لا تشبهها في حقيقتها وكيفيتها. الاشتراك في اللفظ والمعنى لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة والكيفية، هذا معنى ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة، فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه الأسماء والصفات، السمع والبصر مثلها غيرها، فدل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه. نعم. بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه. قوله ليس كمثله شيء، هذا فيه نفي، وهو السميع البصير، هذا فيه إثبات، نفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه الأسماء والصفات. نعم. فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلمة لا أنفي عنه ما وصف به نفسه كما فعلت المعطلة. نعم. ولا فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلمة عن مواضعه كما فعلته المعطلة. نعم.